بمناسبة يوم المجند، نظمت وزارة الداخلية احتفالية تضمنت عروضا تدريبية وبيانات عملية عكست قدرة المجندين على استيعاب أحدث الأساليب التدريبية والكفاءة القتالية التي تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية. تولي وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بالارتقاء بكفاءة العنصر البشري وإثقال مهاراته من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة تحاكي الواقع العملي، وهو ما بدا واضحا في العروض التي قدمها المجندون خلال الاحتفال بيوم المجند. العروض أظهرت المهارات التي يتمتع بها المجندون والتي اكتسبوها خلال فترة التدريب والتأهيل داخل معسكر تدريب المجندين بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن. بيانات عملية متنوعة قدمها المجندون أكدت على الانضباط الكبير في الأداء والمهارات التي يتمتعون بها والتي تؤهلهم لأداء أصعب المهام. وزارة الداخلية تحرص على وضع برامج تدريبية وفقا لأحدث نظم التدريب العالمية منذ لحظات التحاق المجندين لأداء خدمتهم العسكرية لرفع لياقتهم البدنية وقدراتهم الرياضية مع تعليمهم فنون القتال والاشتباك. أدى المجندون البيانات العملية باحترافية كبيرة عكست استيعابهم للبرامج التدريبية خلال فترة التدريب والإعداد. العروض التي قدمها المجندون هي انعكاس لكفاءة عمليات التدريب والحرص من وزارة الداخلية على الارتقاء بكفاءة العنصر البشري بخاصة من المجندين لأداء مهامهم بكفاءة في قطاعات وزارة الداخلية.